تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وذلك بمناسبه الذكرى الحادية والعشرين لتاسيس المجلس الاعلى للمراه ورفع معالي رئيس مجلس الشورى اطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهذه المناسبه مشيدا معاليه بدعم سموه اللامحدود لتعزيز دور المراه البحرينيه ضمن برامج ومبادرات الحكومه لتكون في ومقدمة الخطط والبرامج التنموية الوطنية والدولية وذلك في إطار الدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله نحو ترسيخ ممارسة المرأة البحرينية لكافة حقوقها الدستورية والمساهمة في بناء الوطن وتعزيز دورها المشرف على الساحتين الاقليمية والدولية، مؤكدا دعم ومساندة مجلس الشورى لمساعي سموه وتعزيز التعاون مع الحكومة في كل ما من شأنه تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه.